القيادي بمسار 25 جويليا الأستاذ أحمد الركروكي. باش نحكيو اليوم على زيارة رئيس الجمهورية البارح قيس سعيد إلى مقر البنك الوطني للفلاحة. رئيس الجمهورية كان عبر عن استغرابه لإسناد قروض الناس بالمليارات وقالهم نعرفوهم بالاسم، نعرفوا قداش أخذوه ونعرفوا حتى التوقيت. طبعا رئيس الجمهورية البارح ما كانش وحده، كان معه أعضاء من لجنة الصلح الجزائي وحكى في برشا فساد صلب البنك. كيفاش علقتم؟ اولا نحب نقولوا ان البنوك العموميه هي بيت داء الفساد في تونس، فالدوله تمول هذه البنوك على غرار البنك الفلاحي والشركه التونسيه للبنك وغيرهم، الى انهم يعطون المال العمومي الى الفاسدين، اي رجال الاعمال الفاسدين، ويتركون ابناء الشعب يعانون في خلاص وسداد قروضهم الصغيرة بالرغم من عام الجفاف وبالرغم من الصعوبات التي يواجهونها، إلى أنهم يسددون مع دفع ضمانات كبيرة من أجل الحصول على هذه الملاليم، وفي المقابل البارونات الفاسدة يأخذون المليارات بدون أي ضمانات ثم يحولون هذه الأموال إلى الخارج ثم يلتحقون بها، فلهم لا يستثمرون في القطاع الفلاحي لكن يسرقون البنك الفلاحي. لذلك نجد أن الفلاحة في تونس تمر بأزمات كبيرة، لأن الممولين والذين يأخذون تمويلات البنك الفلاحي لا يستثمرون هذه القروض في النشاط الفلاحي بل يختلسونها ويحولونها إلى الخارج. وبالتالي نحن مع قائد المسار في توجيه أصابع الاتهام إلى هؤلاء الفاسدين وهو يعلمهم بالاسم، وبالتالي وجب تطبيق عليهم القانون بدون أي شفقة، فقد أنهكوا عاتق المواطن وقد أخذوا المال العام وبالتالي عقابهم واجب. شفنا حتى بعض رجال الأعمال أو الصحفيين اللي كان تحدث عليهم رئيس الجمهورية قال خذوا قروض بدون ضمانات، مازال القرض ما خلصش وعاود خذوا قرض واحد آخر. هو الفساد أو شبكات الفساد تغذي نفسها بنفسها، هما القاو الثنية أو المسرب كما نقول باللغة العامية، وبالتالي يجددون هذا النشاط الخبيث وهو سرقة المال العام من خلال افتعال ملفات اقتراض وبضمانات وهمية وبأوراق مفتعلة من أجل الحصول على أموال الشعب، ويبقى زوالي هو الذي يدفع الضريبة. وبالتالي ماذا يريد هؤلاء الغير وطنيين؟ يريدون معناتها إفلاس الدولة وحث الناس على التقاتل من خلال تجويعهم، وبالتالي وجب على جميع أجهزة الدولة التحرك وبسرعة واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة من تحجير سفر ثم من مصادرة جميع أملاكهم ووضعهم أمام القضاء الذي تحرر بعد الحركة القضائية الجيدة، ولنا ثقة في هذا الجهاز النبيل. حسب رأيك مسؤولين الكبار في البنك الفلاحي كانوا يتوقعوا أن رئيس الجمهورية مش يجيهم محمل بالملفات اللي البارح كل ما واحد فيهم يتكلم ويمد له ملف واحد آخر؟ قائد المسار السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية قالها منذ البداية، لا حوار مع الفاسدين ولن يكون هناك رجوع أبدا للوراء. وبالتالي جماعة الذي يقولون هي ملفات فارغة ومجرد تدوينة وقهوة ومعناتها إيقافات عشوائية، نحن نجيبهم بالبينة وبالبرهان، ومن دعا شيئا فعليه إثباته، وإحنا عندنا وسائل الإثبات التي تدين هؤلاء المارقين على القانون الفاسدين الآكلين لأموال الشعب. وبالتالي قطار الحساب قد انطلق، وما ليس لهم الحق إلا في محاكمة عادلة يضبطها القانون. لم يتوقعوا في يوم ما سوف يأتيهم رجل وطني ويحاسبهم، ولكن الحمد لله الشعب أنجز ثورة في 21 في سنة 21 في 25 جويلية، وقائد الثورة الأستاذ قيس سعيد يحقق في أهداف الثورة، وبالتالي سوف نكون معه ونسانده من أجل تحرير وطننا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
شنو حب يقول البارح رئيس الجمهورية كي قالهم الملفات هذه دققت فيها بنفسي؟ هو المساج واضح، وهو قيس سعيد هو ابن الشعب، وقد ساغ بالتشاور دستورا يحقق السيادة والسلطة للشعب، وبالتالي هو أحد أفراد الشعب، قد اطلع على مظلمة الشعب وسوف ينتصر لهذا الشعب العليل الذين فقروه وجوعوه، ومع ذلك فقال نعم للسيادة الوطنية، نعم لقائد المسار، ولا رجوع للوراء، قطع كل شيء من مواد أساسية وغيرها وغيرها، ولكن الشعب قد قال كلمته، نحن مع الرئيس ولن نعود إلى الحقبة الفاسدة. والشخصيات الذين كانوا تارة بجبة الدين يأكلون أموالنا، وتارة بجبة الحريات والحقوق يسرقون قوتنا، وبالتالي تعرت وسقطت أقنعتهم، واليوم جاء الحساب الوطني، فبشرى لكل وطني ولا عزاء لكل خائن عميل سارق للأموال اليتامى والمساكين. شفنا زادا حتى التدخل نتاع المسؤول في البيانال البارح كي قالوا رئيس الجمهوريه هذه ملفات وكيفاش تعطيه قروض من غير ضمانات، كيفاش تعطيه قروض بالحجم هذا يعني بالمليارات الناس ما ماهيش مستحقيت لها، يعني قالوا راي الملفات قديمه، لكن رئيس الجمهوريه قالوا هذا جديد ومتاع سبتمبر 2023. هو الفاسد او المجرم دائما هو ضعيف الحجه، لأن الملفات تاريخها ثابت كما قال سيد الرئيس، معناتها هما ملفات من 2023 وحتى في السابق. احنا عندنا ما يسمى بسيرورة المرفق الإداري، معناتها شنو معناتها؟ راهو الفساد قديم ومازال متواصل. ايش معناها قديم؟ نسكروا علينا عينينا؟ ولماذا لم يحرك الدعوة العمومية ضدهم؟ معناتها هو كان يعلم بجرائمهم ومع ذلك سكت عن الجرائم القديمة وواصل في الجرائم الجديدة، وبالتالي أنا أعتبر هذه مشاركة سلبية في الجريمة ومحاولة لإخفاء وطمس الحقيقة، وبالتالي فهو مسؤول وعليه تبرير موضعه. أستاذ شفنا الملفات اللي كانت موجودة البارح تقريبا تتجاوز حتى العشرة ملفات، هذوما اللي جابهم الرئيس ما نحكيوش على اللي ما جابهمش، في اعتقادك الزوز مسؤولين الكبار اللي كانوا حاضرين مع الرئيس في الاجتماع ما كانوش علم بالحجم الفساد هذا اللي صايرة؟ هو من باب منطقي ركن العلم أو القصد متوفر لديهم، بدليل أنهم لم يحركوا الدعوة من تلقاء نفسهم، كان عليهم أن يراسلوا إما السلطة القضائية أو سلطة رئاسة الجمهورية وإعلامهم بهذه الملفات الفاسدة أو لفت أنظارهم لها، ولكنهم اختاروا اللغة القديمة واللغة الخشبية، وهي وضع الملفات في الأرشيف ومحاولة، يقول لك هذه موجة نتاع محاسبة تو تتعدى، هذه نزوة نتاع محاسبة تو تتعدى، خلي توفى العاصفة ومن بعد نرجع كنا، لكن هيهات، هي ليست نزوة، هذا شعار وطني، شعار المحاسبة ثم مصادرة الأملاك، لأن الغاية ليست إصدار البطاقة القضائية فقط، الغاية هي استرجاع الأموال، لأن الشعب من حقه أن يتمتع بماله من أجل إصلاح حاله. وقت اللي نشوفوا انه في كل خطوه يعملها رئيس الجمهوريه الا ونكتشفوا فما مليارات قاعده ضايعه، نجموا نحكيوا على بلادنا في حاله افلاس كما قاعدين يروجوا بعض الجهات السياسيه؟ بلدنا بلد خير ولن تفلس ولم تفلس عبر التاريخ، وفيها من الخير الكثير، ولكن هؤلاء المتكرشون الذين استولوا على الاف المليارات حولوا منها شقا الى الخارج وشق اخر الى الداخل، وكل مره يتامرون ويحاولون الانقلاب على قائدنا الوطني من أجل البحث عن رئيس انتهازي يخدم مصالحهم كما أتوا برؤساء في السابق، وبالتالي نقول لهم نحن من الله علينا بهذا الرجل النظيف، لذلك لن نتركه وحيدا في حربه ضد الفساد، وسوف ندعمه من جميع الأماكن حتى يتحقق الحلم الشعب، وهو تحقيق وطن عادل لجميع التونسيين. حسب رأيك مش تكون فما محاسبة فعلية للزوز مسؤولين اللي شفناهم في الانترفيو البارح مع رئيس الجمهورية، وفماشي أطراف أخرى تنجم زادة تتحاسب؟ هو إذا كان نحكم من ناحية قانونية البحث سوف يشمل العديد، لأن هنا ثم اختبارات، ثم تحقيق باش تفتح،
ثم تكوين وفاق، معناتها ما هو شخص ولا اثنين، هذه شبكة كاملة، وبالتالي كل من وضع يده في أكل مال الناس ومال المؤسسات العمومية مال الشعب سوف يحاسب ولن يثنين عن ذلك أي شيء. يدخل في خانة إهدار المال العام؟ نعم، هو إهدار، معناتها إذا كان تسند قروض إلى ناسات غير مستحقة ولا تنجز أو تصرف تلك الأموال في مكانها الطبيعي بل تختلسها، هذا معناتها إجرام في حق الدولة وفي حق الشعب. نحكي شوية أستاذ، 24 مليار شخص واحد أخذهم طبعا وبلاش ضمانات وعاود أخذ قرض واحد آخر، هذا عينة برك. 24 مليار قديش ينجموا يحلوا من مشكلة بالنسبة لصغار الفلاحين؟ والله 24 مليار إذا كان احنا نقسموهم على الولايات والجمعيات التي تنشط في الولايات، احنا عندنا 24 ولاية ينجموا يحلوا مشكلة 1000 فلاح بسيط، معناتها كل ولاية تاخذ مليار تفرقها على صغار الفلاحين، خاطر ثم فلاح عنده زراعات صغرى معناتها 3000 4000 دينار ينطلق بها في الثانية نتاعو تحل مشكلته، معناتها سواء يربي بها شوية دواجن أو كذا أو كذا أو فلاحات معناتها سقوية صغيرة، معناتها 5000 دينار يحلوا له باب، لكن هؤلاء يقطعون الأرزاق، يحبوا نجيبوا الطماطم من برا ونجيبوا البطاطا من برا ونجيبوا البصل من برا ونجيبوا الفلفل باش هما يحتكروه ويحبوه ونبقوا ديما في تبعية، معناتها سلك التجويع هذا من أجل خدمة عصابات التي تتحكم في قوت التونسيين وبالتالي لن يمر.